بسم الله الرحمن الرحيم. I am عزم مندور. Thanks for watching my video. إن شاء الله النهاردة في أول فيديوهاتنا في شرح الـ vowel sounds. وهنتكلم النهاردة عن الـ vowel sound E أو long vowel E. الـ long vowel E هنتكلم فيه من زاويتين. هنعمل هنشوف الميكانيزم بتاعة النطق من حيث الـ lips اللي هي الشفايف والـ tongue اللي هو اللسان. الـ lips لازم أن تكون spread وتنس. spread يعني not rounded. لازم أن تكون يعني as the smiling position. E. ونلاحظ ان العضلات اللي هي المسلز بتكون تنس. تنس يعني مشدودة مش relaxed. E. التongue اللي هو اللسان بيكون is very close, بيكون متقارب جدا من ال hard palate اللي هي السقف الفم من اعلى الى المنطقة اللي فوق اللسان. بيكون هنا الفرونت في الدايجرام بتاعنا ده بيكون الفرونت بالنسبة للطنج بيرتفع فوق عند تحت الهارد باليت في المنطقة دي كده, فبيكون تنس. تنس يعني بتكون عضلاته مشدودة, بيكون تايت. فأما اجي اقول the vowel sound E لازم تكون اللبس بتاعت spread واخد وضع smiling position E, وبيكون the front of the tongue اللي هو مقدمة اللسان بتكون very close, في قريبة جدا below the hard palate, تحت ال hard palate, وبيكون tense. فأقول E. ايه هي ال spelling patterns اللي بتديني صوت ال E؟ هنركز مع بعض. E زي meet, feel, see. EA, EA, team, reach, see, IE or EI, please, bees, neither, final E, me, he, we. E plus consonant plus E, these, Chinese, final Y, city, dirty, ending with IQUE, unique, boutique. كده احنا اتكلمنا على اول vowel اللي هو long vowel E. إن شاء الله بعد كده هنتكلم على the second sound أو the second vowel sound. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة على اليوتيوب English with Mr. Azmi, وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من أول فيديو في الـ vowel sounds. Thanks for watching, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.